أقول تاني. ف طب 2011 كان نقطة، أو 2000 2001 زي ما قال برضو الدكتور خالد كده، إن هي كانت يعني نقطة فاصلة، نقطة أخرى مفصلية في تاريخ الظاهرة. طبعا بعد ما حصل اللي حصل، كان لابد ان يبقى في رد فعل امريكي يعني يكافئ انك انت توجه ضربه لدوله هي الدوله العظمى في العالم بالطريقه ديت. فطبعا كان في تدخل في العراق وافغانستان، وبرضه زي ما هي استخدمت لتحقيق اهداف سياسيه واستنزاف قدرات الدول، ممكن العكس يتعمل. الفكره زي ما قلت الهمت خلاص كتير، فممكن قوي نستنزف قدرات الامريكان. يقول لك ان احنا صرفنا تريليونات من الدولارات في افغانستان والعراق، طب ما ده استنزاف، واحنا كتير رجلنا بتجاب من غير ما نحس في هذه المسائل نتيجه يعني حنكه وحبكه التخطيط ومهارته. كلنا ممكن نخدع في اجراءات بتتعمل ما نشوفهاش الا بعد شويه. يعني على كل حال نرجع تاني للظاهرة ديت كقضية عالمية أنا متصور، وعشان كده احنا لنا موقف واضح وثابت، موقف واضح وثابت فيها، لأن الأمم لن تستطيع أن تتقدم لحظة. آمال الشعوب وطموحاتها ومستقبلها قبل حاضرها بيتدمر بالإرهاب. حجم، شوفوا أنا قلت الكلام ده قبل كده وبكرره، ده اللي يهمنا احنا هنا بقى في مصر. يا جماعة الممانعة والمناعة بتاعت الدولة المصرية دايما تبقى تحت عينينا، دايما تبقى تحت، محدش أبدا بأي شكل من الأشكال ينسينا ده، إن احنا نبقى دايما حريصين على المناعة، مناعتنا، لأن هو لن يستطيع. هو راح سوريا إمتى؟ راح سوريا إمتى؟ 2011 و12 و13 بقى في مصر امتى؟ بعد 2011. لأن مناعة الدولة المصرية في 2011 تأثرت.